ولا أدعو أحدا إلى الذهاب إليه، وأن الواجب علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ظلم إخواننا الدعاة بالبغي والكذب والافتراء. ولو زول ناصح وهم التوحيد وهم السنة، انت أخوك يا أخ شايف انتشر والله وفقه، ما تجد خط يدك معه؟ ده كل والله ظلم، واجب علي توب إلى الله تعالى منه. لكن تاني ما بجر وراء أي زول ولا فاضل لأي زول، توحيد وسنة ونموت كذا، الله يثبتنا ويوفقنا. والله الذي لا إله تبين لي بسبب ظلمه وبغيه أن الرجل ليس بثقة. أنا والله الذي لا إله غيره، من دخلت الدعوة دي ودخلتها قريب 2007 لليلة ما لاقاني زول، التراجع عنده ساهل زي مزمل. والله الذي رفع السماء تراجع عنده، تقول له الشيخ المزهر كذا الدليل كذا، إن شاء الله طوالي يقول لك جزاك الله خير ويتراجع. هذا الرجل فيه من الاضطراب ما فيه في كلامي هذا، أقل الأحوال أن في كلامه تناقض، وأن فيه من الكذب ما فيه ومن التلبيس. الواجب علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتراجع عن هذا الكلام جملة وتفصيلا. وكنت أنصح الناس بالذهاب إليه، والآن ديانة لله والله أنا لا أطمئن في نفسي أن أنصح أحدا للذهاب لأخذ العلم عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه زول عنده موبايل يسجل وعلى تسجيل ينشر، الله يتقبل. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع على الحق أصل من أصول الدين، كما في كتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسباب الاجتماع كثيرة، وبالاجتماع تقوى شوكة أهل الحق، وإن لم يجتمعوا فالحق منصور وهو قوي. لكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من هذا الباب سعينا في اجتماع الكثيرين من المنتسبين إلى السلفية في هذه البلاد، وللأسف الشديد بعضهم بغى على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومن الذين بغوا رجل كنت أحسن به الظن، وكنت أدعو الناس إلى الذهاب إليه لتلقي العلم منه، لكن تبين لي بسبب ظلمه وبغيه أن الرجل ليس بثقة، وأني أحذر منه من هذا المنبر ومن هذا المجلس. ولا أدعو أحدا إلى الذهاب إليه، وأن الواجب علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ظلم إخواننا الدعاة بالبغي والكذب والافتراء. وكان الواجب عليه إن أراد الحق وإن أراد الدعوة وإن أراد انتشارها أن يعينهم في بلد كثرت فيها الفتن وكثر فيها دعاة الشرك والباطل، وهو حسن عطاء الله النفيعي، حسن ابن عطاء الله النفيعي. الرجل ده أنا كنت أحسن به الظن وأدعو الناس إلى الذهاب إليه بسبب التزكيات
التي زكاها له بعض العلماء كالشيخ مقبل، ولكن الرجل في كلامه كذب. وأنا مشيت له للمحل وللمناقل، ودي رسالة أوجهها للكثيرين اللي بيدعبوا في البلد دي. البلد دي فيها فرقة، والناس إذا دار اجتماع التوحيد والسنة والدعوة إليهما كما قال الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: والناس يجتمعون بالتوحيد. والدليل قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حسن عطا الله قال في مزمل وفي آداب، وهما من دعاة التوحيد والسنة، نحسبهما والله حسيبهما، ودعوتهما ظاهرة بينة، ونسأل الله أن يوفقنا للإخلاص في كل كلمة نقولها. قال في تسجيل، عنده تسجيلان، الأول قال: ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. ونحن نرى الإصلاح ونشاهد ونسمع، بل لا يكاد أسبوع يمر علينا إلا ومتصل أو من نلاقيه ممن يشكر هؤلاء الشباب. أمس الأربع دي كنت في درس في الكلاكلة، جاني واحد قال لي اسمي أنا التجاني، زول كبير وسط في السن، قال لي أنا اسمي التجاني وأنا أخوكم مقيم في أمريكا في منطقة اسمها ميل بول ولا صول، أنا ما بعرف أحفظها، المهم منطقة. فقال لي نحن في المنطقة ديك متابعين التسجيلات دي، وجزاكم الله خير، وسمى لي أخواننا ودعوتهم منتشرة، نسأل الله يتقبل منهم. فالرجل ده قال: ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. بعد ذاك ثاني أنا سعيت للإصلاح، الله يتقبل، والناس تعبت وراهم في النهاية، ثاني ما بشارك في موضوع بتاع إصلاح في البلد دي، والله مش ما عشان ما من الدين، من الدين، لكن تاني دارين نصلح بين العباد بينهم وبين الله تعالى، ما فاضين لي شكل تاني من الليلة، ولا بخش في تلفون، ولا دار أسمع في زول من أخواننا ديل، لا أسمع كلمة في مزمل ولا في آداب. أفتح له نظاني عشان أسمع، عشان أرد الشبهات وحاول أعالج، في النهاية ألقى النبز. أنا واحد مشت له في بيته قال لي: أنت تتهافت تهافت الحشر في النار، خليته. داق الثاني مشيت لي في بحري، قلت له: يا زول خلي أخانا ده اقعد مع شيخ مزمل، الناس يصالح، وانا شيخ مزمل تكلمت معه ورضا جزاه الله خير، يا خليهم يقعدوا. لا، بعد شويه قلت له: يا اخي وقف الردود، ناس حامد شاويش ومصعب اسماعيل، قل لهم وقفوا الردود عشان نلم الشمل، كان الله يوفق. لا، ما بقول لهم يقفوا، قال ده بغادي. وحامد شاويش ده منذ أن عرفته إلى يوم الناس هذا، رجل لا أكاد أراه إلا في الفتن، هذا الرجل أسأل الله أن يقسم ظهره أو يعجل بتوبته، رجل لا. وبعدين طلعت تسجيل في رحبه وطار بالسماء، خلاص حدك مع الشباب ديل يوم الجمعة، راقبين في البوكس ورا قرب يطير، مش كان يطير ذاته نرتاح، مشى بغادي في النهاية فرحان وإلى آخره. بعد شوية حاول يقع في مزمل وجاب لي كلام، قلت له: لا الكلام ده ما شغل، دي ما بتجيك، وكلام كثير وطويل، أنا ما دار أضيع زمنكم. فحسن عطا الله ده مشيت ركبت له في المناقل، قلت له: يا شيخ حسن أنت قلت الكلام الفلاني وأنا بأخذ عليك أشياء، أكون واضح معاك، انت يا اخ مشيت اتعلمت ودرست، جيت البلد دي مفروض تلم السلفيين، مش تقيف مع ديل وضد ديل. فذكر لي قال لي: نحن حاولنا نعمل اجتماع كبير وجبنا فيه الناس كلها، وذكر لي كلام كثير، ومختار بدري وفي النهايه رد عليه وكلام طويل، الناس لعل الناس ما عندها علاقه به. فالمهم الرجل في نهايه المجلس
وافق قام كتب كتابة موجودة عندي في البيت، اداني نسخة كتبه بنفسه وسجل صوتية إنه الكلام ده ما أراد بالعموم، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ما أراد بالعموم، قال وإنما هناك كثير من القرى دخلوها وما حدث منهم ذلك، أي ذلك الإفساد. معناه في قرى تانية حصل منهم شنو؟ إفساد فيها. وهذا الكلام أيضا باطل وهو كذب. أنا قبلته بحسن نية، شيلته قلت أجي إخواننا وشوم الإمة الشمل وكذي، في النهاية لقيت الحق معاهم في النقاش، وجهوا لي سؤال، مزمل وجه لي سؤال وسؤال الحق معاهم، قال لي اذكر لنا غرية واحدة أنت يا أحمد اللي بتوافقوا في الكلام ده، غرية واحدة نحن أفسدنا فيها. والدناير ناقشوا بالتلفون قال أم ثلاثة، مش ياهو ذكر كذي وحلفة. طيب أم ثلاثة دي مزمل ناظر منه حامد بابكر وأفحمه، وحامد مرق متضايق، واحد من أخواننا الدوبونية أنا حاضرة، الدوبونية زول من أخواننا اسمه عمار الدوبونية، قلت له كله يا أخي الله يتقبل الشغلة مشت، جزاك الله خير وأن الشغلة مشت، وركبنا الناس فرحانة والمناظرة انتشرت وبلغت الآفاق، الناس ما شاهدت ده إفساد ولا إصلاح؟ الثاني الموضع الثاني قال حلفة، الحمد لله الاثنين أنا حاضرين، حلفة دي حامد مشى لبس على الناس وشاي وبحجبات والشركيات المعروفة وضلال المعروف، ماشي أخواننا ذي جزاهم الله خير، ركبوا أجروا عربات، ركبوا الليل كله سهر 13 ساعة وصلنا حلفة، الصباح طوالي قال مناظرة مزمل، قاعد يجمعوا الكتب شهاب ومزمل وجزاهم الله خير، والمناظرة قامت، في نص المناظرة حامد هيج الصوفية دار هيجون على إخواننا ويقتلوه، جاب تسجيل لمحمد مصطفى وإلى آخره، في النهاية ناس الأمن ومزمل الكتب قدامه كلها، والحمد لله أي فرصة جاته كسر حامد فيها، جاءت في النهاية الفرصة الثانية له دار يرد بتاع الأمن، شاف الوضع بعد ده في ناس، لأنه في واحد هبشول البرع طار فوق، كان شفتوها في مقطع طار فوق نط فوق، أنا حاضر ومشاهدة، وشاف الدراويش بتاع الأمن قدر المسألة جزاه الله خير، فقال الشغلة دي تقيف هنا لحد هنا كذي دي وقف، قال لحد هنا، وقال المناظرة تواصل في حلفة هناك جوا، الكلام ده محل الذهب 3 كيلو من حلفة القديمة، قال تمشوا المزي الكبير هناك، يعني هناك الأساس عندنا القوة وعندنا شنو، وتمشوا تتموها هناك، هنا ما بنقدر الشغلة دي الناس ذيل وفيهم الناس ما. المهم كلام زي ده مزمل جزاه الله خير، لما الكتب الصوفية بقى يكوركوا يقتل ولا قدروا يضربوه هبشة، ده إفساد السي ماشي حلفة، جيت لي حامد مزمل ماشي، جيت لي حامد قلت له حامد مناظرة تتم هناك، قال لي يا حلبي تاني ما تتكلم معي، كلهم بيقولوا لي حلبي وأنا ضد الحلبي الحاصل شنو ده، قال لي يا حلبي تاني ما تتكلم معي محروق، وتجي تقول الإفساد وين هنا، والله الذي رفع السماء جايين في الرجعة، شيخ مزمل قال لي اتصلوا بي ناس من المنطقة ذاته، قالوا الجماعة قبلوا علي حامد ذاته قلبوا عليه، قالوا يا حامد انت قلت لنا الحجبات دي جوزوا ابن تيمية، معناه ابن تيمية ده عالم، جيت في المناظرة ردمت ابن تيمية، هو يا حامد شغلتك دي ما والله جوطوها ذاته، ده إفساد السي ده إفساد. فقام أخذ الكلام بعد ذاك من ضمن الألفاظ اللي قالها وصفهم بالجهل، وبياخذ عليهم بعض الأشياء، نحن بنقع في أخطاء في النهاية، وشي كونه يفود عليهم الزمل ولا يفود على آداب، والحمد لله الله وفقهم، التراجعات موجودة. أنا والله الذي لا إله غيره من دخلت الدعوة دي ودخلتها قريب 2007 لليلة ما لاقاني زول التراجع عنده سهل زي مزمل، والله الذي رفع السماء تراجع عنده، تقول له الشيخ المزهل إذ كذي الدليل كذا، إن شاء الله طوالي يقول لك جزاك الله خير ويتراجع. المهم وكون تفود على الزول شيء مسألة أو مسألتين تبتضعن فيه وسلفي،
هل ابن باز الألباني العلماء ما فاتت عليهم أشياء؟ يا أخي الألباني عنده تراجعات في الحديث، عنده تراجعات، قال في الشهادة بتاعته لما نثنوا عليه قال بعض الناس وصفني بالاضطراب أو كلمة النحو لأني أتراجع من بعض الأحاديث أحكم عليها بحكم، قال لكن هذا علم العلم، قال تأتيني أدلة بخلافي فأرجع إلى الحق. ده مش الزول يشكر عليه؟ ولو زول ناصح وهم التوحيد وهم السنة، انت أخوك يا أخ شايفه انتشر والله وفقه، ما تجي تخط يدك معه وتجي تقول لهم يا أولادي جزاكم الله خير دعوتكم انتشرت وكسرت أهل الشرك وأهل البدع، خوفت السرورية والأخوان المسلمين، فارتكت الحزبيين، ما فرق، تمشوا الجامعات تشتغلوا، تمشوا القرى، تمشوا المدن، جزاكم الله خير وتعبانين، والله يتقبل في حاجات بسيطة أنا دار أنبه كل كذا وكذا، بيقبلوا ولا ما بيقبلوا؟ بيقبلوا يا أخي. لذلك بعد ذاك وصفهم، قال لي التسجيل ده شاورهم به، أنا بنقول لك الكلام، قال له انشروا انشروا، ما قال له انشروا بعد ذاك، المهم ارجع لي، رجعت له قبل ما شاوره، قلت له يا شيخ انا شايف لا شاورون ولا اي شيء، انا شايف التسجيل نجيض، عشان كذا انا شلته بحسن نيه، وانا مسكين زي ما قالوا تعبان ساي ده 5 ساعات هناك، امشي لابو عمران 5 ساعات وتاني 3 ساعات، مش لي خالد خليفه برضه بغادي، ومش تاني ما بمش لي واحد، دارين دعوه يجوا هنا اشتغلوا دعوه ويبلغوا توحيد وسنه، دارين صلح يجوا يصطلحوا، الناس تجي بعد ذاك الناس بتجلس، لكن تاني ما بجر وراء اي زول ولا فاضي لاي زول، توحيد وسنه ونموت كذا، الله يثبتنا ويوفقنا، والله الذي لا اله غيره. ذكر الفاظ شيل تابع حسن نيه، بعد ذاك جاني خبر من زول ثقه وموجود الان بسمي لك الخبر ده، خلاني حسن الظن الكثير ده كله قلبت نظري فيه، اللي هو ذكر الفاظ بعد ذاك حسن عطى المنان، ذكر حسن عطى الله، ذكر شنو الفاظ من ضمنها، قال الجهل وإخواننا هؤلاء الذين يصفهم بالجهل، وحتى واحد من الشباب اتصل به اسمه أبو طالب من المقام جمس النار، قال لي يا شيخ حسن مزمل عنده درس، شيخ مزمل نمشي ندرس معاه، قال له يا تعلم عنده عشان تمشي تدرس معه، مزمل ده باختصار انا اديك شيء بسيط، خليه المناظرات واي شيء خليه وانا ما دار اثني عليه زول بغير وجه حق لانه مسؤول من اي لفظه. الرجل ده مشى درس مع عبد الرحمن محيي الدين، الشيخ عبد الرحمن محيي الدين درس مع الشيخ عبد الرحمن محيي الدين، الان انتهى منه من 11 متن كتاب، والكلام ده ذكروا لي بمناسبته ما فخر ساي، قلت له يا اخ ما تسوي درس في الحاج يوسف بين للناس اصول السلفيه، اصل اصل قاعده قاعده، واخواننا في الحاج يوسف موجودين بالتحديد في المسجد ده، قال لي الحمد لله انا في كتب درستها مع الشيخ عبد الرحمن محيي الدين و11 متن الان، الى الان 11 متن، وان شاء الله انا بجي بس في اشياء معينه، انا مشغول وكتبي في منطقه معينه، المهم في مندرمان، انا ان شاء الله بجي لقدام الله يوفق نعمل الدرس، فده المناسب ومش ذكرها فخر ساي نحسب والله حسيب. فزول يدرس مع العلماء والان يمش لهم ويرجع للشيخ محمد بن هادي ويمش له في دروسه، ومره في الدرس يقرا المتن كلام موجود وكله كذا، ده ما بتصفه العلم، وما في واحد فيهم قال عالم اخواننا ديل، بل زي ما واحد فيهم ذكر اخونا مزمل برضه نفسه هو في ركن في مدرمان انا حاضره، قال اللي بيقول من اخواننا عالم نحن بنرد عليه، اللي بيقول منهم عالم نحن بنرد عليه، الناس قال بنقرا الايه بنحفظها، شوف التفسير الصحيح ده معنى كلامه، بننشره بين الناس ونحارب على الشرك والبدع، ده ملخص الكلام الذكر. بعد ذاك ثاني وصفه قال الافساد، قال باسلوب المهرج محمد مصطفى، اسالكم بالله اخواننا ذيل من الانصاف الان زول يصفهم بمحمد مصطفى وباسلوبه، يا اخي الناس ذيل تبرؤوا منه
تبرؤوا منه جملة وتفصيلا في باطله، من باطله، وهو تبرأ منه ووصفهم بأبشع الأوصاف، بل كفرهم، كفر مزمن وكفر شنو؟ كفر آداب. وهو محمد مصطفى فارقوه مسألة الصحابة، ردوا عليه نقض العصابة، تاني يتكلم ردوا عليه، تاني يتكلم قاعدين يردوا، فصلوا مسائله، مسائله بتاعت المركز العام ردوا عليه، كلامه في الوزير ردوا عليه، رد أخونا شهاب وغيره، وما زالوا يردون عليه. حتى الأسلوب عملوا تربية شنو ولا تخليص هاي أيوة رواسب الدجال شالوها برا، الله يتقبل رواسب. وتكلم فيها أبو بكر طوالي يقول يا جماعة المسجد الناس بيسمعوا لك، ما تقعد تقول لهم قريتوا الطبري، طبري قريتوا تفاضل لي من وقاعدين إلى الآن بحرب. بعد ذاك الشيء الزول اللي إذا ثربوا مننا نحن، أنا غايته مزمن ده مين يا مو محمد مصطفى، ما أعرف له شبه بينه وبين محمد مصطفى، ما في أسلوبه براو وكلامه براو بيختلف. الكام مبتلى به آداب وسفارق بكره وده بكره، ما في اتفاق بيناته والله الذي لا إله غيره. وجبناهم في مناطق الناس دي أخواننا دي جبناهم، مزمن ده في سنار وتلا المسجد ده ما بيتحمل أسماء، ما بيتحمل، سوى النصيحة لما انتهى يتكلم ولا اسم ما جابه. ما جاء مسجد أبو بكر الصديق في أم بدة يتكلم ولا اسم ما جابه. ما جاء مسجد أبو رايات الزمان كان لما ساكن في أم بدة يتكلم ولا اسم ما جابه. آداب ده جبناه في مسجد هناك في الجزيرة، جابوا بعض أخواننا ونحن حضرنا في منطقة اسمها الصقيعة جم رفاعة، تكلم في مسجد وجاب الشعر، وبعد ذاك قبل بجاي جاب الشعر بتاع القوم ورد ولا اسم ما جاب، ويتلطفوا بالناس ويجون وده يتكلم معاهم. جبناهم في منطقة مسجد أخواننا ده ذاته مزمل، جبناه في مسجد هناك جم رفاعة، منطقة هناك اسمها اللسيد، منطقة هناك جبناه يتكلم، ناقش شبههم بعض الملبسين فيهم، هم ما كلهم لكن بعضهم، ناقش شبههم بكل تلطف ومرفوعة وموجودة. وجينا تاني المنطقة، جينا اشتغل في بعض الناس اشتغلوا ضرب عديل، أخونا نبيل صدى ضرب كان جاي لمزمل لما شجوا له راسه أو الدم سال منه، ودى النار ده اللي قلبني لقيته جنب الباب ماسك بطنه شغله كله، تجي تقول لنا أخو ساليب؟ ده كل والله ظلم، واجب علي توب إلى الله تعالى منه. الموقف الخلاني أنا أتغير مما شئت له وإلى الآن، وبعد صبر أخواننا ديل ناقشتهم في اللغاء وصبر جزاهم الله خير وتلطف وحسن المعامل إلى الآن جزاهم الله خير. واحد من أخواننا اتصل بحسن عطاء الله قبل فترة، قال له سألوا عن الشباب ديل، فحسن عطاء الله قال له ديل تكفيريين. أنا جيت المعهد والله ما كنت أعرف الاتصال ده، جيت المعهد بعض أخواننا حاضرين هسه من الموجودين قد يكون حاضرين، سألوني عنه أثنيت عليه ودافعت عنه وقلت الناس تمشي. واحد جم محل الكاميرا قدام هناك قال لي يا أخ ده بقول عن مشايخنا ناس مزمل وآداب تكفيرين، قلت له ما بقول كده، ما بقول، واللي بيقول بيقول يجيب لنا التسجيل، ودافعت. رجعت البيت، بيت واحد من اخواننا مشيت له، المهم مشينا بيتنا معه، الصباح اتصلت به السلام عليكم يا شيخ حسن، عليكم السلام، يا اخي حصل كذا وكذا في المعهد وكذا وكذا، والله يتقبل الكلام ده لو انا عملته تقربا له ما لله تعالى، الله بيسالني يوم القيامه الا ان اتوب الى الله منه، ولو عملته لله بلقى أجر عند الله سبحانه وتعالى إذا تقبل. فاتصلت به وأنا والله ما كنت دار اتصل به أقول له دافعت عنك ولا غيره، لكن اتصلت قلت له يا شيخ حسن هل صحيح أنت بتقول عن الشباب ديل تكفيريين؟ في زول قال أنت بتقول عنهم تكفيريين، قال لي الكلام ده كذب. بعد فترة أخونا ده جاني الخبر، المهم سألته قال لي الزول ده اتصلت به 3 مرات
المرة الأولى قال لي ديل تكفيريين، عديل تكفيرين، أخونا اسمه محمد زين، ما محمد زين الضال ذاك، ذاك تاع اللخبطة ذاك، هاي مبتدع ذاك، وإن محمد زين هذا أخونا محمد زين يقول له جوشو نحسبه من أخواننا الثقات حفظه الله تعالى. فقال لي تكفيريين. الاتصال الثاني قال له سلفيين لكن الأسلوب. الثالث ما عارف قال له في المواصلات ولا قال له حاجة غايته واسي موجود، هاي هاي قال في سفر. في حين انه انا نفلي قال لي الكلام ده كذب، كذب في انه انا اقول عن الشباب ديل شنو تكفيريين. هذا الرجل فيه من الاضطراب ما فيه في كلامي هذا، اقل الاحوال ان في كلامه تناقض وان فيه من الكذب ما فيه ومن التلبيس. الواجب علي ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يتراجع عن هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهذا ما اردت بيانه. وكنت أنصح الناس بالذهاب إلي، والآن ديانة لله والله أنا لا أطمئن في نفسي أن أنصح أحدا للذهاب لأخذ العلم عنه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والتسجيل لا انشروه، الله يتقبل، لأنه ذاك انتشر، لأنه ذاك لعله في بعض الناس نشروه، فذا انشروه جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.